السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. معكم اسماعيل من قناة عبد الحق اند كارز. اليوم ان شاء الله جبنا لكم بي ام سيري 1 116 دي موديل 2021. اللهم بارك، غير الباراشوكات ديال القدام اللهم بارك، باينة فيهم الهيبة تبارك الله. هنا عندنا الليد ديال بي ام معروف حتى هو، وغتكونوا لاحظتوا ان الشباك ديال القدام في هاد السيريات الجداد ديال بي ام كاملين جاو كبارين مقارنة مع السيريات اللي قبل منهم. اللهم بارك وزيد في ذلك. هنايا لتحت عندنا الفتحات ديال التهوية، الديوان ديال الضبابة، كاينه سيارة فيها الديسترونيك بطبيعة الحال. هادي حتى هي متوفرة للبيع اللهم بارك. السيارة ضاربة 4000 كيلومتر، كاينه في مدينة تطوان، اللي بغاها يتصل بينا تلقاو النمرة في الفيديو كما العادة، ما كاين حتى مشكل. هنايا لتحت كاينه فتحات التهوية حتى هما والديفيوزر. هنا عندنا الليد ديال اللور تبارك الله اللهم بارك، تلاحظوا انه جا رقيق شوية على السيريات اللي قبل كما قلنا. هنا عندنا جناح ديال اللور تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. وبالنسبه للداخل كاين عندنا اول حاجه بانطايا تاكتيل، وعندها السوري ديال حدا البوط فيتاس. هنا عندنا الزيجان الكتريك بربعه والمرايات بالضو. اذا كان كيعجبكم هذا المحتوى اللي كنديروه، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتخليونا تعليق رايكم في كومونتير، مرحبا بكم كاملين. هنايا عندنا اللوغو ديال الام مطبوع في الباب. هذه البلاصه وايرلس، كتنزل فيها التليفونات اللي كيسيبورتيو الشارج وايرلس، غير كتحطو تما كدي تشارجا. هنايا البورت ديال الشارج العادي، وهنايا عندنا هذا الكويس هذا. هنا كما قلنا البانطايا، هاد الكونترول ديال الكليمه والراديو، وهذه هي السوري. هاد المودات القياده كاين الايكو برو، الكونفورت، سبورت، وهنا كاين الاوتو هولد فالامان بالضوء، والبوطونه ديال ستارت طبيعه الحال. اللهم بارك وزيد في ذلك. السياره كما قلنا 2021 جديده تبارك الله، اللي بغاها مرحبا به يتصل بينا ما كاين حتى مشكل. هنايا ديريكسيون عامر تبارك الله. عندنا هنايا الريغولاتور لي ميتو فيتاس يجيو على الشمال، وهنايا اللوغو ديال الام كيجي مطبوع في الديريكسيون عاوتاني تبارك الله اللهم بارك. هنايا عندنا سطح دوبل طوا بانوراميك، سطح كيتحل. بالنسبه للكراس ديال القدام عندهم هادي كتزاد وتنقص على حساب بنادم كيفاش كيرتاح تبارك الله. كراسه ماشي بالضو. اللور بالنسبه للور اون جينيرال اتساع تبارك الله اللهم بارك. سياره متسعه كاين اتساع. هنايا عندنا جوج ديال لي بورت تايب سي للشارج والكليمه كما دائما بالنسبه للناس اللي كيجلسوا اللور. كان هذا هو الداخل ديال السياره بصفه عامه. ما تنساوش تخليونا رايكم في تعليق وتعملوا لنا لايك الى عجبكم الفيديو، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومرحبا بكم. بالنسبه للبوفر تبارك الله كبير، كاينه المساحه ديال التخزين وكاينه مساحه التخزين اكثر هنايا لتحت اللهم بارك وزيد في ذلك. بالنسبه للمحرك عندنا هنا توين توربو 2 لتر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. كان معكم اسماعيل من قناه عبد الحق كارز. نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.